يسيف 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 عمرك الاول يسيف عمرك الاول ابو زيد يسيف في ناحيه التليفون في ناحيه التليفون اكبر ابو زيد يسيف الثالث يسيف الثالث يا ودري فيها هاي قوات الأربعة هاي هاي خمسة هاي خمسة بالوقت الذاكر مش لما كنا بيتعارفوا مش بيتعارفوا يتخالفوا على قرارات الحكم من جبور بيصير قدر عشوط من الأخضر استراج يا جبور انت هو اللبس بيت المعلق انت بيسبورك قديش يخلص 20-30 مليون ومعلقة وطنية لون زوز شليبق وباكو دخان وحق الكار حتى حق التاكسي مية خوش وليه؟ قول صح وليه عقد اوه ورجو ماني ورجو كيف الجوال مش يسنتر لصاحب ورا الديفانس فادلك معاك قول قول مش مبدلو ايه؟ طب ده غلط فني ماك تعرف عن المباشر وين مفزلت ليش معناها ورجع المدرب اسمه ورجع هل وين المدرب تلقيه على البنك باك الدم باك التبديل تبديلي في حوايجه وش ما بغيتش يكاور المدرب يا المدرب يدربهم في دار وبعد يجيبهم تيران باش يكاور هذول الحكم شي بدلوا شي بدلوا الحكم حتى نعرف تحيه يا ابو فما حكم ما كير يجري من قبيله مقطع روحه ويجري يمين يسار يمين طالع هابط طالع هابط شفت فيديو عالم انت شكون هذا مش شايف اللي بدل يا دي حكم انت توش لورجير هذاك استغفر الله ربي ما تقصد لورجير معناتها تقصد مدرب اي يخش بهم شغل يكون اسمه صالح ايه يما بين نسمع كوره لصالح هكا لصالح هكا لصالح هكا كل اسمه صالح للدرجة مررتني فيها مررتني في يمها الفرجة وقعدت فيها يا سيد يا سيد فاي جاي جاي يا سيد ذو يا بش تسمع يا سيد فاي جاي جاي بش تسمع الحكام والدنيا الغول مش تخوض الحكام يا ويلي ودري فيها يا بالحق شي يضرب فيها طب الكريم وجيه علي تسخيلة تونس ما في تونس المشجع قلت له انا يا ما قلت له وش تعلموا فيه بشي هو موت عمرنا ما نخونه مما تبكيش كي تسمع الاخبار ولا ما نشكي بهم الربي من اول ليلة في القبر متفكر عينيهم كيفاش قمعتني مقلوبهم معبي علي شر عندي خوات في تونس الكل ورايات عليك